تقرير القرعة الخاصة بالمجموعة الثانية وإعلانات ثم تقرير القرعة مع المجموعة الثالثة. الزميل إسلام محمد ومعه كاميرا كورة بلدنا وقناة الشمس تواجد في اتحاد الكورة وجاءوا لنا بكواليس قرعة المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بصديقي العزيز كابتني وحبيبي واخويا استاذ عبد الناصر زيدان، واللي انا بحب اشكره دايما متابعنا، وبشكر الدكتوره سميره الدغيدي والاستاذ احمد الدغيدي على وجود الاستاذ عبد الناصر معانا في قناه الشمس، واتمنى لكم كلكم التوفيق، فريق عمل جميل وربنا معاكم ان شاء الله. الحمد لله احنا ضربه البدايه باذن الله تعالى، طبعا مع احترامي لكل الفرقه، طبعا الفرقه كلها كويسه بس بتفرق طبعا نسبيا عن بعضها. طبعا احنا عندنا اول ماتش كهرباء اسماعيليه، مستقبل وطن اسف، تاني ماتش كهرباء اسماعيليه، تالت ماتش عندنا الدخان. الحمد لله يعني تعتبر لحد ما البدايه بتاعتنا كويسه، يعني مستقبل وطن، عبور، دخان، كهرباء اسماعيليه، دول اربع ماتش. انا عندي الاداره طبعا عامله شغل جامد جدا، ما فيش حد متاخر عن حد في اي حاجه، الاداره شايفه شغلها جدا 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 وعلى طول مع دعم للفريق. كابتن اشرف توفيق طبعا المدير الفني مش متاخر عن اي حاجه طبعا للفرقه، وان شاء الله هو ده اللي بيدي الطموح للفرقه، ان انت اما يبقى عندك كل حاجه الحمد لله مستقره والفريق مستقر الحمد لله. ويعني بقول لك لو اي حاجه انت طالبها او اي حاجه عاوزها، اهم حاجه ان انت وانت داخل الملعب تبقى كل الامور ايه مستقره عندك. فده الحمد لله يمكن بيميز بورتو، ان الاداره الحمد لله عامله شغل جامد جدا جدا، والكابتن اشرف طبعا مش متاخر عن حد في اي حاجه، وربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي. والله الاجواء هاديه زي ما انت شايف، و أندية مجموعة القاهرة، مجموعة القاهرة مجموعة كبيرة، كل معظمها أو ثلاث أرباعها لعب دوري ممتاز، هي أقوى مجموعة في الدوري القسم الثاني. كنت أتمنى أثناء تطبيق الدوري يعني القادم للمحترفين إن الثلاث مجاميع كانوا يتعمل قرعة على أساس إن لما يطلع دوري المحترفين يطلع مجموعة قوية اللي بيحلم بيها المسؤولين على تطوير كرة القدم في مصر، بحيث ان ال 18 نادي اللي يطلعوا يبقوا اقوى. انما النهارده اقوى مجموعه هي مجموعه القاهره بشهاده كل الخبراء والمعنيين بكره القدم، فيها فرق كبيره وفرق عريقه، والمنافسه فيها هتبقى شرسه من اول يوم لاخر يوم. كانت قرعه فيها شفافيه وكلنا كنا موجودين مندوبين الانديه ال 16 مجموعه القاهره، فللامانه يعني لا، كان الكابتن خالد والمجموعه بتاع لجنه المسابقات كانت القرعه علنيه يعني، وكلنا شاهدنا القرعة يعني الحمد لله. أنا شايفها إن شاء الله يكون موسم طيب للجميع يعني، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله ونقدم موسم طيب، لأن مجموعة القاهرة أنت عارف برضو مجموعة القاهرة يعني فيها فرق ليها باع طويل في الدوري الممتاز، وفي فرق كان ليها باع برضو طويل في الدرجة الأولى، إحنا منهم نادي كهرباء إسماعيلية كان لينا نصيب، اللي إحنا كان إن شاء الله كان في سنتين ورا بعض كنا نلعب ترقي للدوري الممتاز فما حصلش نصيب. ففي المجموعة هي مجموعة صعبة يعني، بس هي مجموعة كورة إن شاء الله. نتمنى أن الموسم يكون موسم طيب للجميع، وأنا شايف الأجواء جميلة والزملاء كلهم موجودين من مناديب الأندية، المديرين والمديرين الكورة والإداريين، فكانت حاجة كويسة وإن شاء الله أنا متفائل يعني خير، وربنا يكملها على خير كده ان شاء الله، ونشوف موسم طيب ان شاء الله. اهلا باستاذنا الكبير استاذ عبد الناصر زيدان، اللي بقول له مليون مبروك على برنامج الاكثر من رائع، وامبارح اتفرجت والنهارده واول امبارح اتفرجت، ما شاء الله مسهرنا كل خميس وجمعه، واواضي بيناقش اواضي مهمه جدا وشغل عالي جدا جدا جدا. انا سعيد اللي بتفرج من جديد على الاستاذ عبد الناصر زيدان. طبعا الانتاج الحربي بيستعد بكل قوه الى الصعود مره اخرى الى الدوري الممتاز. اتظلمنا السنه اللي فاتت، نزلنا في شهر 9 لعبنا في شهر 10، ما كانش عندنا وقت كافي نستعد، السنه دي بنستعد بشكل جيد جدا، ابتدينا بدري، بدانا 2/7، فباذن الله باذن الله الانتاج السنه دي قادر على الصعود الى دوري ممتاز، قرعه ولا اقوى من كده. مدرستي تقول لك انا لاعب فرق ضعيفه مثلا في الاول، مدرسه تقول لك لا انا لاعب فرق قويه، انا من انصار فرق قويه يعني،
وربنا كرمنا النهارده اهوت في قرعه قويه جدا، هلاعب فرقه قويه جدا بتبدا بالترسانه، في الترسانه ماتش قوي جدا، ولكن ثقتنا ملهاش حدود في الجهاز الفني، في اللعيبه الرجاله اللي معانا مكونين فرقه محترمه جدا جدا، فعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا باذن الله في لعبتنا وفي جهازنا الفني ان باذن الله قادرين على الصعود الى دوري ممتاز مره اخرى. بنستعد زي ما قلت لك من شهر 7 للمسابقه دي، المسابقه الاقوى، بتتكلم في 11 12 نادي بيشاركوا في الدوري الممتاز من 16 مجموعه دوري ممتاز، فربنا يدينا على قد تعبنا وباذن الله باذن الله قادرين على حصولنا على اول 3 نقاط في ملعب الشواكيش، ملعب الكابتن الكبير حسن الشاذلي. بدينا طبعا بان في 12 نادي صعدوا من القسم الثالث، فطبعا رحنا احنا عشان نقدر نقول اللجنه دي اشراف عليها من الحاج عامر حسين ومدير المسابقات الكابتن خالد كامل معانا وكابتن محمد احمد مقرر اللجنه، وطبعا نزلنا شفنا الملاعب دي، ويمكن في ملاحظات في انديه من القسم الثالث اللي هي صعبه الملاعبها مش هنقدر نلعب عليها الا لما تعمل بعض حاجات في ملاحظات، وده كان يعتبر اول حدث يحصل من اكثر من سنين بعيده ان هو انك انت تنزل تشوف الملاعب دي. طبعا انت شفت الجرعه اللي هو كان قدام الناس كلها والمجموعه اللي حضرت، يمكن كل الناس حضرت، ما فيش حد يمكن يعني اثنين ثلاثه اللي غابوا من الانديه، الا ان هي الموضوع مش فيه شفافيه كبيره، ان الناس طلعت نفسها اللي هي المناديب هي اللي سحبت القرعه بتاعت الانديه، ويمكن انت الدوري في 3 مجاميع صعب جدا وما بتقدرش تحدد مين اللي يقدر يبقى فين ينزل ولا فين يطلع، كل مجاميع كل الفرق كويسه، بنتمنى للناس الانديه كلها موسم يعني يكون كويس ليهم، والالتزام برضو للاجهزه الفنيه والاداريه مع المباريات.